في الصيف باش ما نضيعش الوقت في المد في البيت، نجيو نقراو المدرسة دارتنا حصص إضافية في 3 أيام في الأسبوع، هي الأحد والثلاثاء والخميس، باش نزيدوا الكتف الحفظ. إذا السماء قررنا ان في هذا الصيف ان شاء الله اننا نزيد نكثفوا لهم الحفظ باش يستفادوا اكثر استفاده، يستفادوا من الاحد والثلاثاء والخميس المدرسه الصيفيه، باش يكون عندهم موافقه او موازنه بين الحفظ التقليدي اللي هو باستعمال اللوح، وباش يزيدوا يمشوا يستعملوا طريقه تاع المصحف باش يمشوا مليح. طريقة الألواح تساعد على الإملاء والخط، وعندما يمنعنا الأستاذ تساعد على الحفظ، حفظ وتثبيت القرآن، يعني هي طريقة رائعة وناجحة. أن الطالب تفعل عنده وتتشارك عنده جملة من المدركات، وهو يتفاعل مع كتابة النص، فهو يكتب ويستمع ثم يستحضر النص المملى عليه ثم يكتبه، فتجد الطالب في هذه المرحلة في ذروة نشاطه الذهني وقمة نشاطه الذهني.